علمه وألحقني بالصالحين. بلي السابع الحال يعني حوتمين من لما يريد منصوبا لا غير الحال حالة حال تشي لإصطلاحا أما وهي الصفة المبينة للهيئة غير نعت حال بريتية لو صفتي كبيانجري هيئته يعني بيانجري هيئتي فاعلة لكاتي أنجام داني فعلة مثلا وقت يتولي جئت راكبا من هاتم أويك تو أنجام الداوة مجيئ بوا يعني هاتن بوا لكاتي تو أو فعلة أنجام داوة لسر هيئتي سواري قالي راكبا يعني لحال الركوبة أو تأنجام داوة كواتيس أو حالة كوكو أو راكب نبي صفته بمعنى جزء مشتقاته ولها مو صفتنا المبينة للهيئة صفتك كبيان هيئتك بلام أم صفته اللي تيقنتي غير نعتي حالي وايا جيقا لو نعتي يعني جيقا لو يكيك لتوابع كأما مثلا لو نعتو تأكيد عطف بيان بدل عطف بحرف توابع بينج قانا أو نية ويشترط تنكيرها ولا حال ده بشر ده جريده به حالك نكيرة به تناند أجر معرفة جبو تأويل أكرته بنكيرة مثلا وكو كابراء قال أجتهد وحدي يعني حال ما بتنيا من اجتهادك مكارك أسا وحدك حالة إذا فكر يا ولي كي متكلم ومعرفة والله يعني أجتهد منفردا يعني أو حال النكيرة أو حال معرفة تأويل كينوبة نكيرة كواتا أصل وكوشون مثلا خبر بعنوان حكم أكرية سر مبتدا أو خبر حقيوية نكيرة ببلا أو معرفة جدي حالي حقيوية نكيرة بشك أمي لحكم خبر دايا أما حال بجوريك يكيك لو اسماني كهرجيز معرفة نابه أجر هاتو معرفة جبوها المؤول بنكيرة والأغلب كونها منتقلة أغلب وايا بوني حال بمنتقلة حالي منتقلة لبرابر حالي لازمة داده حالي لازمة وكو مثلا جاءني زيد طويلا زيد كالغتا حالي وابو كالغت بوده كالغت يكوانيا مثلا امرو كالغت بو بياني كلو بيوتو وانيا او كواتا لازمة طول لازمة بو او اما مثلا علي جاءني زيد راكبا وان ركوب لازمنيه منتقيله يعني اكري انسان لحالي ركوبه بين سردمك راكب به وبينك يتر راجل به راجل يعني بفياده بروابر لا سر رجل هو حالب كاته حالي منتقيله جاء اغلب وايه منتقيله بكم ركبه لازم به وكو مثلا جاءني زيد طويلا وابه امر مشتقه واغلب وايه كحالك مشتق به كم رأيك بيك جامد به تناند أجر جامد يجبو مؤول بمشتق به وكو تعلم الحساب بابا بابا يعني حسابك علم حساب فير ببن باب باب فير ببن لوالك بابا بابا حال لحسابك جامد بلان بمعنى مؤول بمشتق بمعنى مرتبا يعني تعلم الحساب مرتبا واتبا ترتيب في حساب ببن زور جاري وهي رأيك مثلا سويتيو ألفية مثال تيريتو علي بيعه يدا بيد بيعه مثلا أم جنس فروشة أم قنمة فروشة مثلا شون بفروشم بيعه مدا بكذا مثلا مدا بدرهمين مدا بدرهمين يعني مسعرا بسعر سعر يعني نرخ بنرخي معين بفروشة نرخي معين حالبي يدا بيد يدا بيد يعني مثلا تو واي بفروشة با قرزك با بيعك مؤجل نبي ما يدا بيد اوياك تو كالاي خل بلاي با رادستي لا يعني برامبر بكي او كالاي خوي
او بوليك قرار بيا او شتيك بيا او جرا دستيكا يعني كحال تانوايا لقل او تو لقل كرياركتا يدا بيد بمعنى او متقابضين يا مقابضين ام لوي قبسك او اجلوي قبسك اشكري هل بلاي مقبوضا بكي بحال ولم مقبوضا يجبي يعني كاراكا مبيعكا او كا معقود عليه بعبارتي كتر شكا ايما لبيعا وقت من ام كتابة فروش مبتو ببولي توش بولكا فروشي من كتابة باو بزاني كواتا اويكا ايما باسي لك المبيعو مبيع لقل ثمنها فهردو كيان يكواتا لسري هردو كان دلالتك كأوشيا معقود عليه كواتا بام معقود عليه كمقبوض به كعلم يدن بيد جاء اقر معقود عليه مقبوض به لبين معقود عليه يعني هم ثمن هم مبيع اقر او مقبوض به امر طرفين مقابضا يا متقابضين مقابضي كن ام مقابض ام قبضي كذا لو اوش قبضي كذا لو بهالحال او انا معناي مشتق ادن هندي جاري ري اكوي حال بجامدي دي وتاويل بمشتق ناكري وكو اويك مثلا حالك موصوف به ايش تعوي شن زكاتي لمشتق هي حركة موصوف يوكو فتمثل لها بشرا سويا فتمثل لها الداستاني خواي قور الداستاني حضرتي مريم انجرت وسلامي خواي لسربي امرا باسي بيواندي جبرائيل اكا سلامي خواي لسربي كچوني بيواندي بمريم وكردوا يعني چون خوي نشاني مريم داوا شايد اگر لسر هر لسر هيئتو شكلي فريشته خوي بمريم نشان دايه لو أنا مريم تحملي ديتني أو صحنين أبوائي ولي ديتا شكلي بياوكي إجقار جوانو ريكو بيكوا أفرمي فتمثل لها في أكي مرمى قبل تمثل يعني خوي بو غوري باشا خوي غوري يعني مثل ويني غوري ويني خوي نشاندا خوي بو غوري بو غوري لها هات فتمثل لها خوي غريب ومريم كحالي وايا مروفيكا يعني دواي غرانا يعني خوي درينا بشكل مروف شاكا خوي غريب بمروفيكا حالي وايا مروفيكا كأمروفا سويا حتى أبلي ريكوبيكا حتى أبلي جوانا حالبي كمروفي ريكوبيكي وا بشيتا بردمي مثلا آفرتكي بيقيشتوي جوان قطعا أو آفرتا لنفسه تغييراتي بسردادي برو أو أغوري يا ديار حضرة جبرائيل كبوجورة خوي نشاني حضرة مريم داوة حضرة مريم إيش لدلي خوي إحساسي كردوة إحساسي بو بيابوة بلام ديار أويك جبرائيل كردويتي أويا مثلا هاتوا فوي كردوة فوي كردوة ب إكراسكيا يا وليوا بدير عيوان فوي كردوة ب مثلا مليوان إكراسكيا يا بداوين يا مثلا وفريشته ويتر برا أسري أو فوا دواي فوا كب وكا حامل أبو حضرة عيسى كوتوا تسكيا وإساء أو بشرنا حالة تمثل جامدة حالبي تأويلي بمشتق ناكري أين أغلب وايا لو شرنا بجامدة تغير بلي تأويل بمشتق ناكري أو وقت وهي مثلا عدد مثلا دالبر عدد فتم ميقات ربه 40 ليلة تم يعني كامل بو ميقاتك يعني أو وقت زماني كلقل خواي قوري دانابو لبيني خواي خوابو موسى دانابو كسيبو أو كامل بو كحالي وابو چلبو نسي شاكا يعبت الله إظهارا يجي أو تم يعني سارادا و بيوايا هندي فعل ترهن معنى أفعال ناقص ليك لو أنا تمية أقر تم به فتم ميقات ربه ميقات كات اسمكي ميقات مزاولاي الرب رمزاولاي هيكيك مزاوليتي فتم ميقات ربه 40 كاوة خبر بو صار ويعني وتم ليلة اجتميزي 40 إتوا قوابه شايدي أمانية جاء هنزور من موجود كواتا والنمونن كحال بمشتقياته بجامدي هاتوية جاء إساء كبجامدي جبيه واختوها مؤول بمشتقى رئيكوية مؤول بمشتقيش نبي أم جارم مقارنة لعاملها
انجر حال حال هي حال مقارن باشا مقارنة هم زمان لقل عاملك يا فكابراني على جئت راكبا من ببيادة هاتم بسواري دو كاري كردوا يكي كان مأخذي اشتقاق حالك يا كالركوب ويكي كشاني أو مسترك الركوع اللي يدروز بوا ويكي كان مأخذي اشتقاق فعلك يدي كما جئ هادو كاني كلوانيا قابل جئ وكبيع يسا هر كاني همزمان بيكو أنجام داوا چون همزمان هاتنك بسواري بوا وانيا بلاوا هاتنك أنجام داوا جادوا اي سواري كي كدو حالي بي همزمان بيكويا جا أمجارة رئي أكوية ما چون أغلبا رئي أكوية كمقارنة نبي يعني عاملك بلاوا أنجام دري حالي بي حالك كوية دواوا وكو فدخلوها خالدين يعني چنا بهشتا باشا ادخلوها دخول هي بچنا بهشتا خالدين خلود تان ببي يعني دواي خلود دواي دخول امرا خلود ها حربي خب بچنا بهشتا جائسه عيسى خلودك لقل دخولك هم زمانين بيكو بلا وانسان كان چنا بهشتك شاكا جادوا وكمانو امرا بخلود عيسى متواجبون أبو حالي أجل شيء أرى حالي مقدرة برام كم رئيك أو حالة بحالي مقارنة أرى حالي مقترنة تماشاك حالي منتقلة حالي لازمة لبرابرية حالي مشتقة حالي مقترنة أبتو ما مشتقة أرى حالي جامدش حالي مقترنة وحالي أو أتشيبو بالي سبع اسمان كرم حالي مقترنة وحالي مقدرة بالي بالي حالي مقدرة كامسة حالي مقدرة أويا كزماني عاملك لقل زماني حالك يقنيه يعني عاملك شكلي قرتوه عاملك أنجام بوه أنجا حالك دواي أو أنجام أدري بدواي أو أنجام أدري مثلوك أويا كتوبلي نحمد الله شاكرا باشا يا نحمد الله مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم حمدي إخوائكم كحالم ويا صلوات لسير في غمر ديال ديال أو كاتوات وحمدي إخوائك أي صلوات هم زمان بولي نادري وانيا فاس ديال أما كتولي مصليا على النبي دواي حمدك يبت حالي مقدرة حالي شوائك بجوري نوع حالي تلمان هي بيرن حالي موطئة موطئة يعني الريخوشكر مثلا بوينا إنا جعلناه قرآن عربية قرآن عربي جعلناه بكتاب آسماني أشي إما أما نكردو بشي بقرآن قرآن مسترة قرآن مسترة بلير إما أما نهناوة لبرشي قرآن عربيا نشمان عربيا نكا أكين بصفات بوشي قرك مانا أو عربيا بكين بصفات بولا ميركا عالي جعلناه قرك مانا بكين بصفات بولا ميركا ده أخو الله ميري لا يوصف ولا يوصف به يعني نخوي أكري بصفات نصفات يشبوها هيرتوا لبرأ وقرآن كجامدة لي أكين بحال حالبي وقتك قرآن المان لي أكر بحال أمر خب لأصلي شاب منزول له هيك هل أو قرآنية أو ما أمجع عربيا كهنا عربيا مشتقة أربعة مشتقة معناه مشتقة يعني نسبة بيوايا اسمي منسوب لحكم مشتقايا او اكنني عربيا كان بصفات بقرانك كواتل واقعته عربيا كرد بصفات بلميرك ببونيتشيو ببوني قرانن او كاو قرانن حال بلميرك اما بيرنشي حالي موطئه لما اصلا ما يرجع لك المفعولين ها ما يرجع لك المفعول هذه شواني يا اخو يعني انا اللي رانا تويم اصلا قران كي المفعول دوي ان جعلنا قرانا عربيا نعم لبر شيء مثلا ابتا اكريل وكوبري هذا اما قران اما قران وامانه بلا ديار حالكي باسنتريك ليوا يعني جعل لها مكاتك مثلا اقل معناي تصير بدا يعني اقل افعالي تصير به مسابه دو مفعولي ليوا اكري مثلا اجاته بجي جعلناه شيء بلا انزلناه بما بينك جعلناه
أنزلناه هنا جعل بالرقاء وهي ولي أقر أنزلناه قرآن عربيا بيئة الرقاء ونيا لكتما فاز عربيا كي بحال أم حال موتي أبو أو يكرقه خوش كي صفته بيريت وبو لميرك كأجر أو حال النبي طبيعة لمير موصوفية قبولناك بيبا موصوف مثلا صفتي بو بيري هو بيال حال موتي حتى أو فتمثل لها بشرا سويا جوايا فتمثل فعلك هو يا جد أبو حضرت جبرائيل السلام يا خوالي السلام أو بشرنا حال له كينا تمثله فبشرا سويا سويا مشتقيت او ابي بصفات بو بشرا يعني اما قرك مال ومسان سويا كين بصفات بو لميرك شن تبعتي لمير موصوفيات قبولناك هروك صفاتيات قبولناك موصوفيات قبولناك هروك وصفيات ورناغري موصوفيات جورناغري لبرو هاتوين حاله كمان هنا وترمان بخوشك او جاء مقارني عاملك ولي وقد تكون ثابتتان برامبر بمنتقلتان عربي حالك حالي ثابتة أبي كحالي لازمة جاء مك حالك ثابتة أبي يعني لازمة شن علاقيك هي لبيني أو لبيني صاحبك يا بر يا لبيني أو عاملك يا مثلا إذا ما آيات من هي يوم أبعث حيا أو حينا حال برا حال فاعلي أبعث وك ولا تأكيد عاملك جكاته كبعثك يا حالبي دي مثلا أجر كابرا مبعوث به مبعوث هميشه حي هيتر أو بوي لازم يدي وكو جاءني زيد طويلا وايا وأولو العلم قائما بالقسط هو ديار أبو أخوي تعالى خصوصي زي الحركة أبي هميشه أو وصفي قيام بقي السيب به ناكري ليك لي أما أو وتم جلالي بار لا بين شوينا أو حالة بوشي وسابد دبي بين شوين بين شوين هنا كديارة على لا بين شوينا وايا أما شوينا كان يجي باز نكر دوا أما حال أم جال دوا أو كوتدي وقد تكون ثابتة وجامدة وجامد يج أبي جا جامدة كلا برابري مشتقكايا وأم جارة ومقدرة وبازم حال مقدرش أبي لبرابري مقارنك مقارنة لعاملها أما تواب تائرة أمر بحث أكرين لباري ترتيبي بين حال ذي الحال أي حال ذي الحال أقرب يكون حقي تقدم بكاميانا باشا عليه والأصل تأخرها عن صاحبها أصل وايا كحال متأخر لصاحب حال به أو لبر أويا كحالك صفة دوايا صفة مش دوايا موصوف دي يا وك خبر وايا قوي قوي داني دواي مثلا مبتدا دي أما أصل وايا متأخر به كوات أصل وايا يعني أكري إما خلافي أني واجبني بري حتمي أشي حالك لدواي بري مجال واشي واجب به بيرا ويجب إن كان مجرورا وواجب تأخر حال أجرز الحالة مجرور به إن كان يعني إن كان صاحب الحال مجرورا وكشي وكو مثلا جاءني غلام زيد راكبا أسو راكبا حال لزيدك لو تم زافر إليها ماشا هرشان ولي با أو رنق دروسنا بوكول دوائية موردي هي حال مزافر إليه بلا بحرف جربي رأيه مررت بزيد راكبا إذا ما حق ماني أم راكبا بيش خين بسر بزيدينك بيجي مررت راكبا بزيدي شكرا زي حالكش ما ليه قوري لو كابرا ممكن بلا كاكا ما حال الفاعل مررت مثلا أما أو ويمتنع إن كان نكرة محضة وممتنع أمرا حال بره أوتي يجب تأخر واجبة أمر تأخر ممتنعة إن كان نكيرة محرة أقل نكيرة محرة تأخر يك حقي خويبو ممنوع به أكي ممنوع به أقرز الحالة نكيرة محرة وكو مثلا رأيت رجلا راكبا عائسة راكبا أقر بحال دايني أبي مقدميك أين أقر متأخر به ولا ما صفته التباسي بصفته به هذا دروز نية لو كانت هذا حالك الذي حالك
دواك وشم مقدم كري ها وتاني بيجين شي بيجين رأيت راكبا رجلا اتلي بقى زيني اما صفته بوشي شنك خلق زانن صفات بيج موصوفة كينا كري ولي اسا اما بظاهر صفته بيج كوتوه بز اما صفات نية اما حارة اما قادر مشكلة قرؤة دا كمن بحلي او مشكلة برخورد منكر وقال سلام نهجة بميانين اوه مشكلة كاش اوه يا اسا اما تو بجيقي رأيت رجلا راكبا بيجا مررت برجل راكب راكبا بك بحالوي اسا بهوي اوه كبير رجلين اشي ام حالة حتما متأخر به شنها هاوتو مهنا تقدمي بسر زي الحال مجرورة دروزنيها يعني واجب تأخرك تأخري حال ذي الحال مجرور واجبة ونبو وامانوت دي اسا لو لا شو ما اقا ذي الحالة كنكيري محزبه عربي اشي حالك اللي فيش خي مو صاوني اقر صفات باشا مجرورياتها لبروي كلي هر منصوبة او التباسرون على نا كان بالتباس نية اذا دو قانون من ذكر كردوها يك يكان تأخر واجبة يكان تأخر ممتنعة باشا يعني ذي الحال مجرور تقدمي حال لذي الحال مجرور ممتنعة هنا يفشك أبدا تأخر أي واجبة عبره تأخري حال لذي الحال مجرور واجبة باشا أميك لو لا يشوى أمر تأخري حال لذي الحال كنكيري محزبه ممتنعة أي سأل رجل هم مجرورة دي هم هم نكيري محزيشة خب أجر نكيري محزة يعني دو اقتزاي هياك دو اقتزاك زدياك دش بياك هم اقتزاي تأخري هيا هم اقتزاي تقدمي هيا متواجب من الرمسي هم للا يكو تأخر ممتنعة بدو قاعدة بسري كان تأخر ممتنعة بسري كان تأخر واجبة متواجبون لي؟ موضوع امتناع اخر ولا برسيل هو بيجي يمتنع من كان نكره اولا برايك التباس رونا دا خلي له ده التباس رونا دا شو انا قلت صفات بعد بتولى ناوز بين مرات برجل راكبي وري هو راكبا هاتيه التباس رونا دا باشا منظوره هي يمنيه بحثه كلوايه إما أو قاعدة تنال حالتك مثلاً التباس الرؤداء لقال أوش أو حالة التباسك لا نظر ناقرين إما يعني بمطلقي لو حالة شواء التباس نية هر قاعدة كوايا بكلي ممتنعة درست لا أصلع ولا بر التباسك ليه مرام قاعدة أو تقدم تقدم لنا كيري محزك واجبة تأخرك ممتنعة لبر أو من يجي مثلا قصك ابن مالك على سويتياري على تقدمي حال لذي الحال مجرور ممتنعني آوتن مثلا سكان إما بقرارة مررت بزيد راكبا أشياء يتنعجين مررت راكبا بزيد ولا سويتياري يعني إما أربطة ابن مالك على هو مشكلة كينية يعني في الشيخي كواتا إما لبرويك لا أمجر لما مررت برجل راكبا دارا مررت راكبا بالرجل حارب ولئيت الأورتاء نك أويك إما هي كتابك لكار خين وبلين بكارنا وأمانة أم قاعدانا بو مثلا موارد استثنائيين يعني ما قاعدة كلين برام ديار موارد استثنائية وقرفت بياكي لقويا يسألي وإما قرفت كمان شيئا قرفت كمان أويا دودانا قاعدة كوبنا توا كهم زمان ناتواني هردو قاعدة كبري وبري لكوا عندو قاعدة كوبتو لما مررت برجل راكبا مامي واو أم جارة كواتا جمعي أو دو قاعدة بيكو أو خوي زد يكن قاعدة كان بيكو ناقون جناتواني هل كان رعايتك لبرو هر كمان بالرعاية ناكرية باجوايا بلين تقدم تقدمي حال بس زي حال مجرورة جائزة
جاء أمر عليه ويمتنع إن كان نكرة يعني أجر ذي الحالة كنكرة به ممتنع مثلا حركة دواك به أشياء بيش كبه برام أمك ذي الحالة كمان نكرة ما حسبه قليلة كم شو ذي حال يا معرفة يا نكرة مخصصة يا نكرة كتخصيص بأكل ويجب تقدمها على العامل إن كان لها صدر وواجب بيش كوتني حال بسر عاملة أجر حالك داري صدارت به يعني صدارة طلبه كيف جاء زيد كيف حال لزيدك برام شن أداة استفهامه وأداة استفهام صدارتي هي لبرو بيش كوتو بسريا أماش قانون كتير كذكري أكا مثالك ماني ناو قال خاتة جاءني غلام زيد راكبا كراكبا كمان كرب حال لزيد لي فشي معنو بوين لبرو قانون وايا حال مزاف إليه نيه إلا لسيما وردان به يعني ما سيما وردمان هي حال مزاف إليه به بوي أري ولا تجيء عن الملاف إليه يعني حال مزاف إليه نائه إلا إذا صح قيامه مقام الملافي مقر زماني صحيح به قيامي مزاف إليه كلا جي مزافك مثلا شون وقام آياته بل نتبع ملة إبراهيم حنيفة بلكو يا مشويني آيني إبراهيم أجرين كحال إبراهيم ويا باكا إبراهيم مزاف إليه أبو ملة أم حنيفة نحال لإبراهيم شنك أجر إستا إما ملتك حساوكين بجي قيوة مثلا بلي من بيروي ديني إبراهيم أكم بيجي بيروي إبراهيم أبم هر درستا يعني أيسا إبراهيم أتوعين لجي قي ملتك دانيشي حاربون ما دام كأتواني لجي قي دانيشي بس حالك اللي درست أو كان الملاف بعضه يا بجوري بي كمزافك بعضك بلا مزاف إليك مثلا أعجبني وجه هند راكبة شروشاوي هند مني بعجائب هنا كحالي هند وابو راكب وسواربو سواري أسبو شامكو بدمو شاوي بي عجائب أمام إستا وجه فاعل أبو أعجب وجه مزاف إليه هند مزاف إليه وراكبة أبيت حال هندك إستا أجر وجهك لابين بلين أعجبتني هند راكبة هر درستا وقالين وجهي يمي بعجائب هنا أجر كسيك جزء إيكي يمي بعجائب هنا به كل كشي هرب عجائب ما نيري فاز وجهك لابا وبلي أعجبتني وجه أعجبتني هند راكبة بشيء تجيك فاز شنك آوة ممتنعني أو جاي قزينية ممتنعني حاربي وشل جاي قزينية كيام شنك كل أتوانا شيء جاي جزء يا مزافك كوجهه شك بعزك له هندك حاربي وأمر هندك خوي أبي بكل شنك كلك أشيت جاي مزافك بس مشكلة يعني أتواني حالك يبغى من المزاف ليك هاي سمو توجبون جاءوا تان بيبلين بوشي مثلا حال مزاف إليه ناي شنك غالبا نك غالبا هميشة وايا عامل حالك حال اشتكي قالك عملتك باشا عامل لذي الحالة ولا حالة هريكيك يعني اويك عملك لذي الحالك هر اويك عملك لحالك دا دي مزاف إليه بشي مجرور به بمزاف مجرور به مزاف ضعيفة لعملة هر اتواني عملك كجر بلا بمزاف إليك اتنا اتواني نسبيش بلا بهناك حالبون ناتو نسب ذا بحالك سمو تواجبون أها بلام لشوينك مثلا أيسا كان اللي أعجبني وجهه هند راكبة دا ساقر أعجب عملي كردوا لوجها وجه زي الحالكة باشا نا هند زي الحالكة وجهك مثلا عملي كردوا لهندكا باشا بلام إيسا كان أم وجه عملي كردوا لهندا شنك أم وجه بشيك لا هندك وأم أعجب عملي كردوا لو بشاك وجهك يا باشا كواتا وكو أوايا وجهك أعجبني وجه هندين راكبة وك أوايا كمثلا أو عامليان يكي بي أو اتحادي عامليان بي يعني وجه راكبة يك عامليان بي كأوج أعجبية وجهك مرفوع كردوا راكبة منصوب كردوا إيتي اللي يوالا مثلا إما ناجين وجه راكبة وجه هندي مجرور كردوا أما ناجين راكبة منصوب كردوا باشا بوشي ناجين
لبر أوك شن كم مزاف ضعيفة لعمرة أما أي شن درست أو حالة لو هي دهات ولا يوا ولا لبر أويك مزاف كمان جزئك لمزاف إليك أوا جاء يا هر لبر أوا كمزافك جزئك لمزاف إليك وجاي جزيني درسته وقوايا عامل أسا وجهنبي هي اندكبي هي كرة أعجب به يعني شو أقدر وجهك وجهك لحكم سقوط عليه هند بيني تجي وجهك عاملك كما أبي وكذا أعجب به أعجب فعله قدرتي هي عملك على دو معمولة أو متوجبون اتحادي يعني بو تقدير درس يا مثلا مثال يكم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا إيسا مثلا ملة هاتو إبراهيم مجرور كردوه باشا خو ملة ناتو أنا أوجد سبابة حنيفا أما شنك إبراهيم أتواني لجي ملتك دانيشي رأيت بل نتبع إبراهيم حنيفا وافر ذكري كعامل لمزاف إليك ملة نية بلكو إبراهيم يعني وقوا إبراهيم مجرور نبو به بلكو منصوب به بفعلك وحنيفنش حالة يعني هم زمان لدو معمولة بيك واتواني عملك مثلا هل كان منصوب كرده إبراهيم كرده بمفعول مثلا أبت الله تقديره حنيفنش كرده حال أو جارة أما أقر عاملك مزافك واريك إما مشكل ما نوابو أما نود أقر بيتو حال مزاف إليه بيرين اتحادي عامل لبين حاوز الحالة ناميني وخفتي أو ما نبو بلا ما سأقر مزافك جوري بقود به يعني بتواني هم عملك جربة وعملك نصبة كشمان نيت وكو أوي مثلا مزافك مستر به أقر مزافك مستر به مزاف إليه خوي مجرورك أتواني حالش إليه بيرين شو كم مستر عامله إيكا لأسماء بره متصلة بأفعال أو كان عاملا في الحال يعني أو كان عاملا في الحال نموتي أو كان الملاف بعضه أو كان الملاف عاملا في الحال يا مزافك وقت وانية عمل كذا مزاف لك مجرورك عملي لحالك شاكر دبي يعني هم زمان دو عملي أنجام دبي وكو أعجبني ذهابك مسرعا مني بعجائب هنا روشتني تو كحالي توايا مسرعي بسرعة أروي إذا الذهاب كفاعل أعجبيا عملي لك فكاكر ومحل مجرور كردوه شنو مزاف ليتي عك خويتي لبرا وش كمسترة توانا أشكي بوي كمسرعة ليش منصوب كاك حالة فاز يتبو حالة مزاف لينا أتواني وكاتبي موافق إن شاء الله لو صوت المسرع